حياكم الله أحبتنا. العلاج الطبيعي هو أحد المجالات الطبية المتخصصة في استعادة الوظائف العضوية والأداء الحركي للجسم باستخدام طرق فيزيائية مختلفة، فهو فن التعامل مع الجسم لتحسين حالته الصحية ومنع حدوث إصابات مستقبلية. طبعا ولأهمية العلاج الطبيعي انطلقت أمس فعاليات الأسبوع التوعوي للعلاج الطبيعي والذي نظمه قسم العلاج الطبيعي بمستشفى بن سينا تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وشعارها طبعا العلاج الطبيعي لحياة أفضل. حول هذا الموضوع يسعدنا تكون معنا اليوم الأستاذة خلود سعد العنزي اختصاصي علاج طبيعي، لكن بعد التقرير. حياكم الله مجددا، اعود ايضا لارحب بضيفتنا الاستاذه خلود، حياك الله، صباح الخير. صباح النور. الاسبوع التوعوي بدا يوم امس وراح يستمر لغايه 13 من الشهر الجاري، شنو ابرز فعاليات هذا الاسبوع التوعوي؟ طبعا احنا بدينا هالاسبوع التوعوي هذا راح يكون، طبعا امس خلصنا اول يوم، باقي 3 ايام ان شاء الله، باكر وبعد باكر الاربعاء والخميس ويوم السبت. اللي امس كان بفندق الجميره، قدمنا طبعا فعاليه من الساعه 9 للساعه 1، 4 محاضرين ابرز دكاتره بالتخصص بالعلاج الطبيعي، مع معرض طبي في اكثر من شركه طبيه وصحيه مشاركه معنا، والحمد لله كان يوم وايد ناجح الحمد لله، والفيدباك من الجمهور كان وايد ممتاز. حلو. وان شاء الله بقي 3 ايام حق اللي ما حضر عشان يمدي يحضر ويشوف الفعالية. إن شاء الله باكر راح يكون بمركز البابطين اللي تابع حق مستشفى ابن سينا، ويوم الخميس راح يكون مستشفى ابن سينا نفسه باللوبي، وسبت بسوق شرق إن شاء الله قرب الساعة المائية إن شاء الله. شنو الجهات اللي رعت أو شاركت في هذا المؤتمر؟ طبعا أكثر من شركة طبية وصحية، عندك شركة الساير، وربة، سينشوري، جرين أبل، يعني أكثر من معرض صحي مشاركين. وطبعا مع المعرض احنا طبعا بوثاتنا، بوثات العلاج الطبيعي، أسئلة، مسابقات، أنشطة، افحص توازنك، افحص قوة عضلاتك، يعني الأمور هذه بشكل عام، يعني انه مو بس أسئلة، لا هم بعد الشخص يعرف إذا عنده مشكلة. صحيح. ممكن يلقى انه عنده خلل بالتوازن، فنعطينا نصايح ممكن شنو ممكن يسوي او شنو ممكن تمارين يسويها عشان يحسن من قدرته الجسديه وتوازنه. هذا من ضمن الاهداف المنشوده في هذه الفعاليات لهذا المؤتمر، او في ايضا في اهداف اخرى للان ما تكلمت عنها؟ طبعا الصراحه الهدف الاساسي من هالفعاليات هذه هي التوعيه، توعيه وتثقيف الجمهور والناس. يعني احنا لنا، يعني تعلمنا بالكليه وايد اشياء وحرام نخشها بس حقنا وما نعلمها للناس. صحيح. ممكن معلومة بسيطة أذكرها حق شخص تغير مجرى حياته أو تغير ستايل حياته. إيه، سلوكيات خاطئة. يعني مثلا القعدة، شلون القعدة السليمة والصحية؟ شلون قعدتنا الحين؟ لا لا الحمد لله زين، مخدة وراء الظهر كل شيء تمام الحمد لله تمام. إنه ما تكون الجلسة على جنب أو مايل، في بعضهم وايد مدنق ظهره أو ماسك ورقة مدنق ظهره، أنت ارفع الورقة حقك. او مثلا التليفون وايد كذي، يعني مشاكل برقبه، مشاكل بالاكتاف، او حتى اثناء قياده السياره تلاقي في ناس يعني يكونوا مايلين الى جهه معينه. طبعا هذا كله وضعيات غلط. او حيل منزل. ليش قلتي يقعد؟ ليش ما قلتي تقعد؟ يعني احنا القعده هذه قلتيها قبل شوي، هذه معروفه حقت الشباب. حق الشباب بالضبط، عشان كذي ممكن البنات هالطريقه هذه بالسياره. شلون تسوق كذي؟ مو بالسياره، لا بالقعده بشكل عام. هذه اوكي مو مشكله اذا كانت فتره بسيطه، بس اذا فتره طويله انت قاعده ساعه، فتخيلي عمودك الفقري راح يكون يصير فيه تقوس عشان يعوض انت قاعد تلفين هالصوب. طبعا تصير مشاكل بمفصل الفخذ، فيعني يفضل انه كثر ما نقدر نحاول نقعد القعده الصحيه، وهي اريح قاعده. واريح قاعده بالضبط. صحيح. استاذه خلود، طبعا احنا لما نتكلم عن العلاج الطبيعي اعتقد هو مهم للمريض وكذلك للمعافى، خلينا نوضح اهميته للمشاهد. طبعا المريض محتاج، طبعا هو الحين خلاص المرض صار فيه. نعم. فمحتاج جلسات علاج طبيعي علشان يتعافى من المشكله اللي عنده. نعم. وهم بعد اخصائي العلاج الطبيعي يعطينا نصايح علشان ما يرد بنفس الغلط. يعني الحين مثلا يعني مريض في عنده ديسك، انا عالجت الديسك صار زين الحمد لله، اموره تمام، خلصنا الجلسات، ما اخليه يروح وخلاص مع السلامه، لا متابعة. لازم اشوف متابعه، اشوف هو شلون تقعد انت بالدوام،
شلون تنام. طريقة النوم تفرق، مخدتين ولا مخدة، ولا مخدة نازلة حيل ولا مرتفعة وايد. نعم. هم هذا يفرق. أكيد. ممكن يأثر على الرقبة. طريقة حمل الأغراض، هل يجندس شلون طريقة حمل الأغراض من الثقيلة من الأرض؟ إحنا ما نبي يرجع بنفس المشكلة اللي هو بدأ فيها، نبي خلاص يعني خلاص يتحسن وما يعيد الغلط مرة ثانية. بما معناه أنه يكون في هناك ثقافة وسلوك. ثقافة بالضبط، سلوك ولايف ستايل، يعني أسلوب حياة بشكل عام. طيب أنت كيف ترين تزايد الحاجة إلى العلاج الطبيعي في مجالات الصحة المختلفة أستاذة؟ طبعا العلاج الطبيعي يقدم خدماته لشريحة كبيرة من الناس، يعني سواء اللي مخلص عملية يحتاج علاج طبيعي، لأن عقب الجهاز التنفس الصناعي يتهيج البلعوم، فلازم نسوي له تأهيل رئوي، تمارين حق التنفس. هذا بعد العمليات. إذا قلنا مثلا حق الأعصاب، احنا مستشفى متخصص بالاعصاب، في بعضهم فيهم باركنسون، مرض الام اس، عند امراض الديسكات العمليه الجراحيه خلصون منها، شنو التاهيل؟ العلاج الطبيعي عقب عمليه الديسك، عقب عمليات ازاله الاورام من الراس، شنو ممكن ناهلهم؟ وين مكان الورم علشان نشوف هو بالتوازن، هو باي مشكله بالضبط عشان نعالجها؟ المنطقه لها طريقه. طيب بالضبط، هل هو يسبب ضعف بالعضلات؟ ممكن خلل بالاحساس، ممكن بالتوازن، ممكن اكثر من شغله مع بعض يعني. بالتاكيد هذا بالنسبه للحالات اللي تحتاج، لكن احنا نتكلم عن الحالات اللي ما تحتاج. الحالات اللي شنو الحالات اللي ما تحتاج؟ الحالات اللي ما تحتاج محتاجين هم اكثر شيء توعيه، علشان ان شاء الله ما يحتاجون. توعيه بشكل عام، ان لا تسوون هالاشياء هذه الغلط، عشان لا سمح الله لا تحتاجون لا تتعرض لهذه الحالة. توعية وتثقيف أكثر شيء. هذا إذا تكلمنا على الحالات اللي يكون فيها حالات مرضية أو مثل ما تفضلتي قبل شوي عمليات أو غيره. يعني نقول هل يقتصر العلاج الطبيعي على الآثار المرضية فقط أستاذ خلود وإعادة التأهيل، ولا من الممكن أن أيضا للأصحاء السليمين اللي ما فيهم شيء الاستعانة بمثل هذه الأمور في حالات معينة؟ إذا الحمد لله ما عنده أي مشكلة، الحمد لله، يعني ممكن إنه محتاج نصائح مثل ما قلنا. ممكن هذا إنسان صحيح سليم، راح النادي مارس رياضة بشكل خاطئ فسبب له ممكن عوار، فإحنا عندنا نعلمه إن طريقة لازم تحمي جسمك قبل لا تروح النادي. في ناس ما يعرفون هالمعلومات البسيطة هذه، فلازم إحنا دورنا إن نثقف الأصحاء عشان ما يطيحون بالغلط، وإنه ما يسكتون إذا صار فيهم أي عوار بسيط يراجعون، لأنه ما نبي يتراكم لما أو ما يعالجونه بطريقة أو ما يعالجونه بطريقة صح. بالضبط. بالتأكيد دكتور، إحنا قبل شوي كنا نتكلم عن موضوع الأجهزة الحديثة وتأثيرها على العيون وغيرها، ولا بد أن لها تأثير كذلك على الرقبة والكتف وبقية أعضاء الجسم، ما مدى تأثيرها؟ تأثير الأجهزة على الجسم، طبعا إحنا بالعلاج الطبيعي نستخدم أجهزة كهرباء مختصة أو ليزر حق الآلام أو تسكين الآلام. نعم. بس إن إحنا كعلاج طبيعي نأيد الطريقة المانيوال أو الإيدين على جسم المريض، تمارين مثل ما قلنا، توعية، تثقيف. نعم. أكثر من الأجهزة، لأن الأجهزة ممكن تسكن الألم فترة مؤقتة وبعدين بس نفس تأثير المسكنات، إحنا نبي شيء يستمر فترة أطول. الله يوفقكم بشكل عام وبشكل خاص في الأسبوع التوعوي، وكل شكر مشاهدينا لضيفتنا الأستاذة خلود سعد العنزي اختصاصي علاج طبيعي. شكرا لك. يعطيك العافية. مشاهدينا راح نتكلم وياكم عن رمز من رموز دولة الكويت وعلم من أعلامها، تخصص في علوم الفلك، ويمكن من قبل ما أكمل كلامي عرفتوا عن منو أتكلم، اللي كرس حياته لتقديم الكثير من المعلومات الفلكية للمتخصصين. راح نتعرف عليه أكثر، العم الباحث الفلكي الدكتور صالح العجيري في هذا التقرير.